بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد ما انتهينا في الكلام على مقدمة الدايركشن كابلرز، مقدمة الدايركشن كابلرز زي ما شفنا في المرة اللي فاتت عرفنا منها ايه الخصائص الأساسية للنتورك بتاعة الدايركشن كابلر، وازاي قدرنا نستنتج السكاترنج ماتريكس بتاعة الدايركشن كابلر. وكتلخيص سريع للكلام اللي حاولناه في التسجيل اللي فات، قلنا ان الدايركشن كابلر عبارة عن نتورك بيتحقق فيها ثلاث خصائص كشكل أساسي، اسمها الخصائص الأساسية. بناء عليها ممكن نستنتج خصائص تاني. الخصائص الثلاثة الأساسية بتوع الدايركشن كابلر كانوا إن النتورك بتاعتي بتكون ريسيبروكال ولوسلس، دي خاصية رقم واحد. خاصية رقم اتنين، في اتنين بورتس ايزوليتد. خاصية رقم تلاتة، الاتنين الايزوليتد بورتس دول هما الاتنين عبارة عن ماتشيد بورتس. بناء على الثلاث خصائص دول استنتجنا خصائص تاني، واستنتجنا كمان شكل السكاترنج ماتريكس. استنتجنا إن هيكون في اتنين بورتس تاني ايزوليتد وهما الاتنين كمان ماتشيد، يبقى كل النتورك ماتشيد. واستنتجنا كمان ان النتورك سيمتريك، يعني في اتجاه اسمه الكابل دايركشن واتجاه اسمه الثرو دايركشن، ده خاص بكل بورت، والاتجاه ده متماثل في جميع البورتس، متماثل في الماجنيتيود بتاعه. يعني الكابل والثرو الماجنيتيود بتاعهم زي بعضيه لو انت باصص الدايركشن كابلر من اي بورت من البورتس بتاعتك. ده بسبب ان النتورك بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن سيمتريك نتورك. من الخصائص اللي استنتجناها برضو ان النتورك بتاعتنا طالما هي لوسلس وسيمتريك وفيها اتنين ايزوليتد بورتس، عرفنا كمان ان احنا نطلع السكاترنج ماتريكس بتاعتها. وعرفنا السكاترنج ماتريكس ليها اشكال مختلفه على حسب انت مرتب البورتس بتاعت النتورك ازاي، يعني على حسب انت حاطط البورتس ازاي الارقام بتاعتها. لو انت مثلا افترضت واحد واثنين ايزوليتد هيبقى ثلاثه واربعه كمان ايزوليتد، وشكل السكاترنج ماتريكس هيبقى بطريقه معينه. لو انت فارض مثلا واحد وثلاثة هما الايزوليتد هيبقى اتنين واربعة كمان ايزوليتد، وشكل السكاترنج ماتريكس بشكل تاني. وقلنا في المرة اللي فاتت ان في ثلاث احتمالات للايزوليتد بورتس، وفي كل احتمال في شكل للاشكال السكاترنج ماتريكس كتبنا منهم اتنين، وانت ممكن تكتب الشكل التالت لوحديك، دي حكاية بسيطة جدا. عرفنا كمان ان احنا مش بس العلاقات دي اللي موجودة ما بين السكاترنج بارامترز، لا ده كمان عرفنا علاقات تانية زي مثلا علاقات بين الفيز ديفرنس، الفيز ديفرنس بين الكابل والثرو دايركشن بتاع اي اتنين ايزوليتد بورتس. يعني لو فرضنا مثلا زي ما كنا بنشرح في السلايد اللي هي الاخيره في المره الماضيه، لما كنا بنشرح في السلايد الاخيره في المره الماضيه اللي هي السلايد دي، قلنا ان بورت واحد وبورت اربعه هما الاثنين ايزوليتد. بورت واحد اللي هي متعلق بها السطر الاولاني في المصفوفه، بورت اربعه اللي هي متعلق بها السطر الاخراني في المصفوفه. وطبعا في عناصر تانية من العناصر بتاعت بورت واحد متوزعه خلال المصفوفه عشان السيمتري. فالعناصر اللي باللون الاحمر بتاعت بورت واحد اللي هي بتظهر في السطر الاولاني تظهر كمان في العمود الاولاني عشان السيمتري. والعناصر اللي هي باللون الاخضر بتاعت السطر الرابع بتاعت بورت اربعه تظهر كمان في العمود الرابع علشان السيمتري. فاللي باللون الاخضر دول بتوع بورت اربعه، واللي باللون الاحمر دول بتوع بورت واحد. فاللي باللون الاحمر بتاع بورت واحد دول عباره عن الكابل دايركشن والثرو دايركشن بتوع بورت واحد، واللي باللون الاخضر دول بتوع بورت اربعه عباره عن الكابل دايركشن والثرو دايركشن بتوع بورت اربعه. عرفنا زي ما هو واضح قدامنا ان ماجنتيود الكابل زي بعضيه، هتلاقي ماجنتيود الكابل دايركشن اللي هو A وA، والماجنتيود بتاع الثرو دايركشن برضه زي بعضيه، جذر واحد ناقص A تربيع وجذر واحد ناقص A تربيع. عرفنا ان في كمان علاقات ما بين الفيز بتاعتهم، يعني ممكن يعني دايما بتحقق العلاقه اللي انا هقولها دلوقتي، ان الفيز ديفرنس ما بين الكابل والثرو دايركشن بتاع بورت واحد اللي هما بالاحمر، والفيز ديفرنس ما بين الكابل والثرو دايركشن بتاع بورت اربعه اللي هما بالاخضر لازم يكون في بينهم في الشيفت 180. يعني في المثال بتاع المصفوفه اللي من فوق اللي احنا كاتبينه قدامنا فوق، واضح ان الكابل والثرو دايركشن بتوع بورت واحد اللي هما في الدايره الحمراء مفيش ما بينهم في الشيفت، هما الاثنين بيور ريال، يبقى الفيز شيفت بينهم بزيرو. ولكن الكابل والثرو دايركشن بتوع بورت اربعه بينهم اشاره سالب، يعني بينهم في الشيفت 180. يبقى اذا الاولاني 0 والثاني 180، دول بينهم في الشيفت كام؟ 180. تمام، الدلتا فاي بتوع بورت واحد والدلتا فاي بتوع بورت اربعه بينهم وبين بعضهم في الشيفت بيساوي 180. ده احتمال، واحتمال ده من الاحتمالات اللي احنا بنفضل نعملها في الديزاين بتاع الدايركشنال كابلرز في العملي. وبيطلع لك دايركشنال كابلر بنسميه انتي سيمتريك كابلر. بنسميه ايه؟ انتي سيمتريك كابلر. طيب السكاترنج ماتريكس الثانيه، السكاترنج ماتريكس التانية اللي هي مضروبة في المثال التاني عندي من تحت، ده احتمال تاني بنعوز نطبقه كتير برضه في العملي. فيها برضه الحاجات اللي انا هعلم عليها باللون الأحمر دي بتاعت بورت واحد، والحاجات اللي هعلم عليها باللون الأخضر دي بتاعت بورت أربعة. اللي متعلم عليها باللون الأخضر دي بتاعت بورت أربعة. بتوع بورت واحد زي ما أنت شايف موجودين في الصف الأول والعمود الأول، بتوع بورت أربعة موجودين في الصف الرابع والعمود الرابع. بتوع بورت واحد بينهم في الشيفت 90 اللي هم الكابل والثرو دايركشن. الثرو دايركشن مسابق الكابل دايركشن ب 90 درجة، في حين في بورت أربعة حاصل العكس. الدايركشن بتاع
الكابل متاخر على الدايركشن بتاع الثرو ب 90 درجه. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الفيس شيفت بين الكابل والثرو دايركشن بالنسبه للبورت 1 عباره عن موجه ب 90، والفيس شيفت بين الكابل والثرو دايركشن بالنسبه للبورت 4 عباره عن سالب 90، فالفرق بينهم بيساوي 180. الخاصيه بتاعت الفرق ال 180 ده ما بين دلتا فاي بتاعت البورت الاولى ودلتا فاي بتاعت البورت اللي هي ايزوليتد معاها، اللي هي في المثال بتاعنا اللي هي بورت 4، دلتا فاي ودلتا فاي الفرق بينهم 180 درجه، ده دايما لازم يكون موجود في الدايركشنال كابلر. ده اللي احنا طلعناه من المعادلات بتاعت الاسكاترنج ماتريكس، تمام؟ لكن يتعمل ازاي بالظبط؟ يعني دلتا فاي بتاعت الاولاني بكام ودلتا فاي بتاعت التاني بكام؟ ده ممكن يكون اي حاجه، لكن احنا اختياراتنا في العملي ان احنا نخلي اما في المثال بتاع الاسكاترنج ماتريكس اللي من فوق دلتا فاي بتاعت الاولاني بصفر، دلتا فاي بتاعت التاني موجب او سالب 180، يا اما ناخد الاختيار بتاع تحت ده ان دلتا فاي بتاعت الاولاني بموجب او سالب 90، دلتا فاي بتاعت التاني سالب او موجب 90، عشان يبقى الفرق بينهم برضه دايما ب 180. الاختيار اللي من فوق ده اللي احنا بنسميه الانتي سيمتريك كابلر، والاختيار اللي من تحت اللي احنا بنسميه السيمتريك كابلر. والاثنين على فكره فيهم تماثل، الاثنين فيهم تماثل، يعني كلمه انتي سيمتريك اللي موجوده من فوق لا تعني ابدا ان احنا نقصد ان ما فيهاش تماثل، لا، نقصد فيها تماثل بس تماثل بالسالب، نقصد ان فيها تماثل ولكن التماثل ده بالسالب. زي مساله الاود والايفن في السيجنالز، يعني في حاجه اسمها اود سيجنال وحاجه اسمها ايفن سيجنال. ايفن سيجنال بتبقى متماثله زي المرايه حوالين المحور الراسي، والاود سيجنال بتبقى متماثله بس بالعكس. الاود سيجنال بيسموها انتي سيمتريك سيجنال، والايفن سيجنال بيسموها سيمتريك سيجنال. فالماتريكس اللي هي الاس اللي هي من فوق اسمها انتي سيمتريك سيجنال عشان الاشاره السالبه دي، في حين الماتريكس اللي من تحت بنسميها السيمتريك ايه؟ بنسميها سيمتريك ماتريكس، الماتريكس اللي من تحت. طيب ده كلام كويس. فالدايركشنال كابلر اللي هو الماجيك تي اللي احنا هناخدها النهارده، الماجيك تي اللي بنتكلم عليها النهارده ده عباره عن نوع من انواع الدايركشنال كابلرز، اللي هو يندرج تحت مين؟ يندرج تحت الانتي سيمتريك كابلرز، يندرج تحت الايه؟ تحت الانتي سيمتريك كابلرز. فدايركشنال كابلر اللي هو السكاترنج ماتريكس عباره عن انتي سيمتريك كابلر، نوع من انواع الانتي سيمتريك كابلر. وعباره عن انتي سيمتريك كابلر بيتعمل بالويف جايدز، بيتعمل بالويف جايدز. واحنا زي ما اتكلمنا في الدايركشنال كابلر في المره اللي فاتت، عرفنا ان الدايركشنال كابلر ممكن تعمل له رياليزيشن بويف جايد كونكشنز او رياليزيشن ب ترانسميشن لاينز. الترانسميشن لاينز اللي بتبقى تحت الاختيار في الغالب اللي هي الستريب ترانسميشن لاينز او المايكرو ستريب ترانسميشن لاينز هي اللي بيقع عليها اختيارنا. طيب فاحنا هنتكلم في ايه في الماجيك تي النهارده؟ هنتكلم في الحاجات اللي بتيجي في سؤال الامتحان. اول حاجه هنتكلم عليها الكونستراكشن بتاعت الماجيك تي، يعني تركيبها ازاي. تاني حاجه البرنسبل اوف اوبريشن، مبدا الاوبريشن بتاعها، يعني ازاي نشرح فيزيكالي من الالكترومغنيتيك ثيوري ازاي نقدر نفسر ونشرح الاوبريشن بتاع الماجيك تي. رقم ثلاثة ازاي نعمل ديريفيشن للسكاترنج ماتريكس بتاعتها، وهل هتطلع فعلا الماجيك تي اللي هي الكونكشنز بتاعتنا اللي هي الاستراكشر بتاعتها قدامنا دي، هل هتطلع فعلا دايركشنال كابلر انتي سيمتريك فعلا ولا لا. رابع حاجه ازاي نشوف نقدر هنشوف ازاي نقدر نعمل ايكويفالنت ترانسميشن لاين رياليزيشن للسكاترنج للماجيك تي، يعني ازاي نعمل دايركشنال كابلر يشتغل زي الماجيك تي، يشتغل تقريبا بالظبط زي الماجيك تي بس هيتعمل بالترانسميشن لاين. فبنعمل حاجه اسمها الهايبرد رينج، الهايبرد رينج تشتغل زي الماجيك تي. فالاربع نقط دول هم اللي بيبقوا موجودين في الاكزام كويشن، هم الموجودين في سؤال الامتحان، والسؤال ده بيتكرر كتير في امتحانات في كل مره، وهو بيبقى سالك عن الاربع نقط دول بالظبط. بيقول لك اكسبلين الكونستراكشن بتاع الماجيك تي والبرنسبل اوف اوبريشن بتاعها، يعني اشرح تركيبها وهي شغاله ازاي، واستنتج لها السكاترنج ماتريكس بتاعتها، واشرح ازاي نقدر نعمل لها رياليزيشن بترانسميشن لاين او بحاجه اسمها الهايبرد رينج، اللي هو نفس الحاجه يعني بالترانسميشن لاين بنوصله في شكل معين بنسميه الهايبرد رينج، هو اللي بيبقى عباره عن الرياليزيشن بتاع الماجيك تي. طيب تعال نشوف ازاي نقدر نجاوب على السؤال ده. اول حاجه الكونستراكشن بتاعت الماجيك تي، الكونستراكشن بتاعت ماجيك تي زي ما احنا شايفين قدامنا عباره عن ويف جايد مايكرويف نتورك، تتكون من اربعه ريكتانجولر اوف جايدز، اربعه ريكتانجولر اوف جايدز كلهم متوصلين انتر كونكتد مع بعض بالشكل اللي قدامنا ده. ومهم جدا ان احنا نفهم ان ده عباره عن ريكتانجولر اوف جايد، والريكتانجولر اوف جايد بيكون مش مسدود بكوندكتور، يعني بيسمح بالويف بروباجيشن. يعني الويف جايد ممكن يبقى فيلد بالهواء جواه، او ممكن يبقى فيلد بدايركت ريكتاني غير الهواء، ليه صم ابسلون ار، يعني ابسلون ار اكبر من واحد. المهم ان هو ما فيهوش كوندكتور جوه يسد طريق الويف، يخلي الويف ما تمرش. الويف جايد يعني بيسمح بالويف بروباجيشن، ما هواش بيعوق الويف بروباجيشن. فدول اربعه ويف جايدز كلهم يقدروا يعدوا الويف عادي، يسمحوا بعمليه الويف بروباجيشن.
والويف جايدز دول كلهم مش مقفولين، هم مربوطين ببعض يعني متوصلين ببعض. ازاي؟ يعني مثلا احنا شايفين في ويف جايد واصل من بورت 1 وبورت 2 اللي هو الويف جايد الطويل اللي واصل ما بين بورت 1 وبورت 2. الويف جايد ده مفتوح فتحتين، مفتوح فتحه عند المكان اللي بتتركب من عنده او بتتوصل من عنده الويف جايد المتعلق ببورت 4، فالحته دي مفتوحه، مفتوحه بتدخل على الويف جايد ده مفتوح. برضو مفتوح فتحه من فوق، مفتوح فتحه كمان من فوق متعلقه بالويف جايد اللي من فوق اللي هو بيطلع على بورت 3، فالحته دي برضو مفتوحه تقدر تمر فيها الويف. واقصد بكلمه مفتوحه يعني مفتوحه بالنسبه للويف، يعني مش شرط تكون مفتوحه يعني فيها هواء، ممكن فيها اي دايلكتريك اللي هو الدايلكتريك اللي هو بيملى ايه، بيملى الديفايس كله، اللي هو الدايلكتريك اللي هو بيملى الديفايس كله. طيب ده الكونستراكشن بتاعه. لما نيجي نجاوب سؤال الكونستراكشن ده في الامتحان هنجاوب سؤال الكونستراكشن ازاي؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هنرسم الشكل بتاع الويف جايد ماجيك تي زي ما احنا شايفين كده، نرسم الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين، والاختيار بتاع ارقام البورتس انت حر فيه، المفروض يعني المفروض انت برنسبل انت حر فيه، ممكن تحط البورت 1 و2 و3 و4 في الاماكن اللي انت عاوزها. انا ايه اللي خلاني اخترت الاختيار اللي هو قدامنا ده؟ ليه حطيت البورت 1 و2 و3 و4 الارقام بتاعتهم زي ما احنا شايفين كده؟ لسبب معين، لان هو نفس الترتيب بتاع ارقام البورتس اللي موجود في الليكشر نوتس عندك، اللي موجود عندك في المحاضرات. وبالتالي انا حطيت الترتيب كده عشان يطلع نفس شكل السكاترنج ماتريكس اللي موجود عندك في المحاضرات. طبعا خصائص السكاترنج ماتريكس هي هي، وهيطلع واحد من الاحتمالات الثلاثه بتاعت الدايركشن كابلر اللي احنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل في المره الماضيه. لكن انا عملت كده عشان تطلع نفس الاجابه اللي موجوده عندك في الليكشر نوتس، عشان ما يبقاش في اختلاف في شكل السكاترنج ماتريكس يعني. طيب لما نيجي نجاوب النقطه دي يبقى احنا كده هنبدا نتكلم على الماجيك تي بالتفصيل اهو بشكل منظم كده. هنقول الماجيك تي النقطه الاولانيه اللي نيجي نجاوب عنها اللي هي نقطه الكونستراكشن، هنقول دي عباره عن 4 ريكتانجولار ويف جايدز، اربع ريكتانجولار ويف جايدز كونكتد اس شون، وطبعا ترسم له رسمه في الامتحان كونكتد اس شون ان ذا فيجر، اربع ويف جايدز كونكتد اس شون ان ذا فيجر. بس كده؟ هل ده بس اللي هتقوله في منطقه في نقطه الكونستراكشن؟ لا، هتقول شويه حاجات تانية مهمه في نقطه الكونستراكشن. زي ايه؟ زي ان احنا لما نيجي نعمل الويف جايد ماجيك تي بنختار الويف جايدز اللي احنا عملنا منها الديفايس بحيث تكون عباره عن لوسلس ويف جايدز، بنختارها بحيث تكون عباره عن لوسلس ويف جايدز، يعني بنختار الكوندكتيفيتي بتاعه الكوندكتور بتاع الويف جايد تكون كوندكتيفيتي عاليه جدا، يعني اللوسلس اللي فيه مهمله تقريبا لوسلس كوندكتور، وبنختار الدايلكتريك اللي جوه الويف جايد كمان يكون لوسلس دايلكتريك، فمفيش لوسلس جايه لا من الدايلكتريك ولا في لوسلس جايه من الكوندكتور. فالوف جايدز كلها هنقول الوف جايدز كلها ار ايه؟ ار لوسلس وف جايدز. وانت عارف كلمه لوسلس وف جايدز دي معناها ايه من دراستك للوف جايد في سنه ثانيه، يعني الدايلكتريك اللي جوه ما فيهوش اي لوسز، عباره عن بيرفكت دايلكتريك، وفي نفس الوقت الكوندكتور وولز نفسها اللي هي الحيطان بتاعت الوف جايد كلها عباره عن كوندكتور الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، يعني اللوسز اللي فيه تقريبا مهمله، فده عباره عن لوسز اوف جايدز. كمان بنقول ان احنا مش بنستعمل اي انايزوتروبيك ماتيريال، نو انايزوتروبيك ماتيريال از يوزد، يعني مفيش اي ايزوتروبيك ماتيريال بتستعمل في الكونستراكشن بتاع الوف جايد ماجيك تي، مش بنستعمل اي انايزوتروبيك ماتيريال. الانيزوتروبيك ماتيريال اللي هي الماتيريال اللي الاستجابه بتاعتها للمجال المطبق عليها تفرق على حسب الدايركشن بتاع المجال، يعني لو انت مدخل المجال من دايركشن معين الماده تستجيب ليك بشكل معين، لو انت مدخل المجال من دايركشن ثاني الماده تستجيب ليك بشكل ثاني. طبعا ده بيأثر على خصائص النتورك، بيخلي النتورك مش ريسيبروكال، يعني يخلي استجابه النتورك تعتمد على الاتجاه بتاع الاكسايتيشن. لكن طول ما انت مش بتستعمل سواء في الجزء بتاع الكوندكتور من التركيب بتاعك او في الجزء بتاع الدايلكتريك من التركيب بتاعك، مفيش اي ماده الريسبونس بتاعها بيعتمد على اتجاه الفيلد، يعني كل المواد اللي عندك جوه في التركيب عباره عن ايزوتروبيك ماتيريالز. الكلام ده معناه ان النتورك بتاعتك في الاخر هتبقى ريسيبروكال نتورك، هتبقى عباره عن ريسيبروكال مايكرويف نتورك. فالنقطه رقم واحد بتاعت الكونستراكشن اللي احنا شرحناها دي وضحنا فيها حاجات، ان دي عباره عن فور بورت ويف جايد نتورك وعباره عن لوسلس ريسيبروكال نتورك. فالكونستراكشن بالشكل ده او التركيب بالشكل ده
بالخصائص دي ادالك اول خاصيه من خصائص الدايركشنال كابلر. هي كانت ايه اول خاصيه في الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر؟ ان هو يكون ريسيبروكال ولوسلس نتورك. ده اول خاصيه. تاني خاصيه وتالت خاصيه في الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر ان هو يبقى فيه اتنين بورتس ايزوليتد عن بعض، والاتنين بورتس الايزوليتد عن بعض يكونوا هما الاتنين ماتشيد، يكونوا هما الاتنين ماتشيد. وده اللي هبدا نتكلم عليه بعد كده في النقطه الثانيه في البرنسبل اوف اوبريشن، وده اللي هيبان واحنا كمان بنستنتج السكاترنج ماتريكس بتاعه لوف جايد ماجيك تي. يعني لما نيجي نتكلم على البرنسبل اوف اوبريشن هنشوف من مبدا العمل بتاع الوف جايد ماجيك تي هل فعلا في اتنين بورتس نقدر نقول ان هم ايزوليتد وماتشد ولا لا. لو حققنا الكونديشن ده وطلع في اتنين بورتس ايزوليتد وهم الاثنين ماتشد، يبقى اذا الوف جايد ماجيك تي المتوصله بالشكل اللي قدامنا ده اكيد ممكن تشتغل كدايركشنال كابلر، لانها حققت الثلاث نقط اللي هم يمثلوا الديفينيشن بتاع الدايركشنال كابلر في المايكرويف نتورك. فدي الحاجه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي البرنسبل اوف اوبريشن، اللي هي النقطه رقم 2 مطلوبه في السؤال. البرنسبل اوف اوبريشن بتاع الماجيك تي، البرنسبل اوف اوبريشن بتاع الماجيك تي هل يضمن لك فعلا ان في اتنين بورت هيكونوا ايزوليتد وهم الاثنين هيكونوا ماتشد ولا لا؟ طبعا عشان نعرف البرنسبل اوف اوبريشن بتاع الماجيك تي هنحتاج ان احنا نعمل لها اناليسيس بالساينتفك ثيوري المتعلقه بالموضوع ده، اللي هي ماكسويل ايكويشنز، اللي هي ماكسويل ثيوري، ماكسويل ثيوري او ماكسويل ايكويشنز. فعشان تعمل تحليل لمبدا عملها هتحتاج تحل المعادلات بتاعت ماكسويل جوه الاستراكشر، وده الكلام اللي احنا قلنا في المره اللي فاتت ان هو صعب جدا، ولما بيتعمل بتعمله برامج الكمبيوتر. ليه؟ لان هو رياضيا صعب. فعشان نثبت فعلا باثبات يكون علميا صحيح ان في اتنين بورتس معزولين، يكون اثبات كافي علميا ان في اتنين بورتس معزولين، محتاجين نحل معادلات ماكسويل جوه الماجيك تي، ودي حاجه صعبه فبتتعمل على برامج الكمبيوتر. طيب اللي احنا هنعمله دلوقتي ايه؟ احنا هناخد برضو المبادئ بتاعت الكهرومغناطيسيه، بعض المبادئ بتاعت الكهرومغناطيسيه اللي احنا درسناها سابقا، ونحاول نعمل حاجه اسمها انتويتيف اكسبلانيشن، يعني شرح كده بشكل بديهي، شرح بشكل حدسي، شرح بشكل بسيط يفهمنا برضو يخلينا نقدر نتوقع منطقيا هل يبقى في اتنين بورتس فعلا معزولين ولا مش معزولين. فالتفكير المنطقي او التفكير البدهي اللي احنا نعمله ده هيبقى برضه قائم على القواعد بتاعت الالكتروماجنتكس. وان كان الصح انك انت تحل معادلات ماكسويل جوه الماجيك تي عشان تعرف هتبقى شغاله فعلا فيها اتنين بورتس ايزوليتد ولا لا، فده احنا مش هنعمله طبعا. لكن لما نيجي نتكلم عن البرنسبل اوف اوبريشن هنعمل ايه؟ اللي هنعمله ان احنا هنبدا نحط الكلام بتاع مبادئ الكهرومغناطيسيه اللي احنا درسينها، حاجات زي مثلا الويف جوه الوف جايد بتنتشر ازاي، ده مبدا من مبادئ الكهرومغناطيسيه. حاجات مثلا زي الباوندري كونديشنز، ده مبدا من مبادئ الكهرومغناطيسيه. هنبدا نحط حاجات زي كده جوه الاستراكشر بتاعت الماجيك تي. الحاجات دي هتفهمنا الاوبريشن بتاعها هيبقى شغال ازاي. طيب تعال نشوف لو حطينا الحاجات دي نقدر فعلا نقول ان الوف جايد ماجيك تي هيبقى فيها اتنين بورتس ايزوليتد ولا ما نقدرش، ولا ما نقدرش نقول. انا هركز على البورت رقم 3 ورقم 4، هما الاثنين مع بعض. طبعا انا لو اثبتت ان هما الاثنين ايزوليتد يبقى كده تمام، يبقى كده لو اثبتت هما الاثنين ايزوليتد وماتشد يبقى كده تقدر تثبت ان الاثنين التانيين ايزوليتد وماتشد. فانا هفرض ان انا هدخل انبوت بورت من عند انبوت ويف، انبوت ويف من عند البورت رقم 4، هفرض ادخل ويف من عند بورت 4. طيب وبعدين الويف لما تيجي تدخل في جوه الويف جايد، لما نيجي نعمل اكسايتيشن الويف جايد من مبادئ الكهرومغناطيسيه اللي درسناها قبل كده في الكترومغنيتكس، ان الويف جايد الويف اللي بتمشي فيه ما ينفعش تكون ترانسفيرز الكترومغنيتيك ويف، بتكون الويف اللي جواه يا اما ترانسفيرز الكتريك يا اما ترانسفيرز ماجنتيك. وانت عارف كويس خالص من دراستك السابقه ان احنا لما نيجي نستخدم الريكتانجل اوف جايد بنشغله عند الدوميننت مود. الدوميننت مود اللي هو المود اللي ليه اقل كات اوف فريكونسي، فبنخلي التردد بتاع الموجه اللي هو مثلا وليكن التردد اف بتاع الموجه بنخليه اكبر من الكات اوف فريكونسي بتاع الدوميننت مود، ويكون اقل من الكات اوف فريكونسي بتاع المود اللي بعديه بتاع الهاير اوردر مود اللي هو المود اللي بعديه. الاف بتاع الهاير اوردر مود اللي هو المود اللي بعديه. الكلام ده يضمن ايه؟ يضمن ان في موجه واحده بس هي اللي هتبقى موجوده جوه ريكتانجل اوف جايد اللي هي موجه الدوميننت مود، اللي هي في ريكتانجل اوف جايد عباره عن المود اللي هو تي اي 10 في ريكتانجل اوف جايد. يبقى كده انا هعمل اكسايتيشن بمين؟ بتي اي 10. طب التي اي 10 ده شكله ازاي؟ احنا كنا بندرس زمان في سنه ثانيه كنا بنمسك الريكتانجل اوف جايد الفتحه بتاعته ونحط مثلا المحور ده اكس مثلا ونحط المحور ده واي. لو عايز ترسم الريكتانجل اوف جايد الديستريبيوشن بتاع الفيلد بتاع التي اي 10 عليه، تفتكر معايا ان التي اي 10 ده عباره عن ترانسفيرز الكتريك، يعني مفيش مركبه
للالكتريك فيلد في الاتجاه اللونجيتيودينال. الالكتريك فيلد كله ترانسفيرز، كان بيبقى كله ترانسفيرز وكان بيطلع في اتجاه الواي، فكان بيبقى الفيكتور بتاع الالكتريك فيلد في اتجاه الواي، وكان بيبقى القيمه بتاعته ماكسيمم في نص الوف جايد، وكل ما تبعد عن نص الوف جايد القيمه تقل لحد ما تبقى بتساوي صفر بالظبط عند الحافه بتاعه الوف جايد. ايه اللي يخليها بتساوي صفر عند حافه الوف جايد؟ علشان الباوندري كونديشنز، لان عند حافه الوف جايد هيبقى الفيلد تانجنشال للكوندكتور، ولو الفيلد تانجنشال للكوندكتور من الباوندري كونديشنز المفروض القيمه بتاعته تكون بتساوي زيرو. يبقى ده الديستريبيوشن بتاع مين؟ بتاع الالكتريك فيلد. ده الالكتريك فيلد ديستريبيوشن، ده الديستريبيوشن بتاع الالكتريك فيلد بتاع الدوميننت مود اللي هو المود اللي اسمه تي اي 10. طيب الدوميننت مود ده لو دخلناه من عند فتحه الوف جايد اللي هي بتاع بورت 4 هيحصل له ايه؟ هيحصل له بروباجيشن جوه الوف جايد. يعني ايه بروباجيشن؟ يعني يفضل ماشي، يفضل ماشي لحد جوه، يحصل له بروباجيشن بنفس التوزيع بتاعه، بنفس الديستريبيوشن بتاعه، لحد ما يوصل عند الفتحه الداخليه، الفتحه اللي هي عند نقطه التلاقي بتاعه كل الوف جايدز التانيين. الفتحه دي هيبقى الفيلد برضه بنفس الديستريبيوشن بتاعه، يعني برضه ده الاتجاه بتاع الفيلد في اتجاه الواي، وكل ما تبعد عن منتصف الوف جايد كل ما الفيلد يقل لحد ما تبقى قيمه الفيلد بتساوي صفر عند الحافه بتاعه الوف جايد. من هنا بقى ممكن نتوقع ايه اللي هيحصل، يعني ممكن نتوقع هل البورت 4 هتطلع ويف عند بورت 3 ولا لا. يعني لما دخلت انبوت ادينا اهو من عند 4، هل هيبقى فيه انبوت، هيبقى فيه اوتبوت عند 3 ولا مفيش؟ ازاي نتوقع الكلام ده؟ نبص على الدايركشن بتاع الفيلد. الدايركشن بتاع الفيلد ماله؟ الدايركشن بتاع الفيلد في اتجاه الواي. اتجاه الواي ده واضح ان هو بالنسبه للوف جايد اللي بيطلع على بورت 3 اتجاه الواي ده مماس لكل اسطح الوف جايد. اتجاه الواي ده مماس لكل اسطح الوف جايد اللي بيطلع على بورت 3. فعلا لو انت بصيت على اسطح الوف جايد اللي بيطلع على بورت 3، ادي سطح من الاسطح هتلاقيه ممس ليها، وادي سطح تاني ممس ليها، وادي السطح اللي في الوش، وادي السطح اللي ورا. الاربع اسطح دول دايما الاتجاه بتاع الواي مماس ليها. فمن الباوندري كونديشنز المفروض الفيلد يكون مماس للاسطح بتاع اللي ممثل الفيلد اللي ممثل الاسطح بتاع الوف جايد لازم يكون بيساوي صفر. ده غير ان من دراستك اصلا للوف جايد انت عارف ان المفروض الترانسفيرز الكتريك ويف ما يكونش ليها اي مركبه في الاتجاه اللونجيتيودينال، والاتجاه بتاع واي ده عباره عن اتجاه لونجيتيودينال بالنسبه للوف جايد اللي هو رقم 3. فبالنسبه للوف جايد اللي هو رقم 3 اللي هو بيطلع على بورت 3، اتجاه الواي ده عباره عن لونجيتيودينال دايركشن، فما ينفعش الفيلد يطلع فيه وهو في نفس الاتجاه، يعني لازم الفيلد يغير اتجاهه. يعني انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما هيطلع اوتبوت من عند 3 يا اما مش هيطلع اوتبوت من عند 3. والله لو طلع اوتبوت من عند 3 مش هيطلع في نفس الاتجاه اللي هو داخل بيه ده، لا يمكن، لان الاتجاه اللي هو داخل بيه ده عباره عن ايه؟ عباره عن اتجاه لونجيتيودينال للالكتريك فيلد، وما ينفعش يكون التي اي ويف ليها اتجاه لونجيتيودينال. مين اللي بيكون الفيلد او مين تكون الموجه اللي ليها مركبه لونجيتيودينال للالكتريك فيلد؟ دي الموجه بتاعت التي ام، والتي ام انت عارف ان الكات اوف فريكوانسي بتاعها اكبر من التردد بتاع الموجه، لان انا ببقى شغال عند تردد زي ما اتفقنا في الكونديشن اللي محطوط هنا، ببقى شغال عند فريكوانسي اقل من الفريكوانسي بتاع الهاير اوردر مودز. فالتي ام الكات اوف فريكوانسي بتاعها اكبر من تردد الموجه بتاعتي اصلا، فاستحاله يحصل اكسايتيشن لموجه تي ام، يعني استحاله الفيلد يكمل بنفس الدايركشن بتاعه ده. لو كمل بنفس الدايركشن بتاعه ده يبقى الكلام ده معناه ان هو هيكون موجه تي ام في البورت 3. طب هل يقدر يكون موجه تي ام في بورت 3؟ لا ما يقدرش، عشان التردد قليل اقل من الكات اوف فريكوانسي. طب ايه العمل؟ العمل ان هو لو عاوز يطلع من عند بورت 3 يطلع ازاي؟ يطلع بقى في دايركشن مختلف، يغير اتجاهه، بدل ما هو لونجيتيودينال بالشكل ده لا يحاول يبقى ترانسفيرز. طب يحاول يبقى ترانسفيرز دي ازاي؟ حاجه من الاثنين عشان يبقى ترانسفيرز، يا اما الالكتريك فيلد اتجاهه يبقى كده، يا اما الالكتريك فيلد اتجاهه يبقى كده عشان يبقى ترانسفيرز. عشان يكون ترانسفيرز يعني لازم اتجاه خطوط الالكتريك فيلد لازم تنحني، واحنا عارفين خطوط الالكتريك فيلد ممكن تنحني عادي، لازم تنحني، بس لما تنحني وتغير اتجاهها تبدا تغير في اتجاه نفسها لحد ما تبقى يا اما في اتجاه السهم اللي باصص ناحيه اليمين يا اما في اتجاه السهم اللي باصص ناحيه الشمال. هنا هنستفيد من تفكير منطقي جدا ان مفيش اي اتجاه مفضل من الاثنين دول، مفيش اي حاجه خالص بسبب التماثل بتاع المساله، يعني المساله كلها متماثله تماثل تام حوالين الوف جايد اللي في النص ده. الوف جايد اللي في النص ده قاسم المساله لنصين بالظبط وبشكل تام، بشكل تام بالنسبه لكل حاجه، بالنسبه لكل حاجه يعني فيزيائيا وكمان موجيا. يعني فيزيائيا التركيب اللي موجود ناحيه اليمين قد التركيب الموجود ناحيه الشمال، المساله مقسومه نصين زي بعض بالظبط، وكمان كموجه
كموجة، التوزيع بتاع الالكتريك فيلد متماثل كمان حوالين البلين اللي في النص. فين البلين اللي في النص ده انا بتكلم عليه؟ اللي هو في نص الرسمة بالظبط. يعني لو تخيلت بلين كده تخيلي باللون الازرق، بلين تخيلي كده في النص، قاسم المسألة بالظبط كده بالنص. الاستراكشر نفسها مقسومة حتتين، حتى توزيع المجال مقسوم حتتين متماثل تماما، فما فيش اي دايركشن يمين او شمال مفضل عن التاني. فلو قلت لي مثلا الفيلد هيميل بحيث يبقى ترانسفيرز وباصص ناحيه اليمين، هقول لك ليه. لو قلت لي هيميل بحيث يبقى ترانسفيرز باصص ناحيه الشمال، هقول لك ليه برضه. مفيش اي سبب. فعشان مفيش اي سبب نقدر نتوقع ان مفيش ويف هتطلع عند بورت 3. والكتب بتاعه الميكرويف لما بتتكلم عن الموضوع ده بتختصر كل الاكسبلانيشن ده، شرح ده في كلمه واحده بس، بتقول ان توزيع الفيلد ايفن حوالين الويف جايد اللي في النص. ايفن حوالين الفجات اللي في النص معناها ايه؟ ان توزيع الالكتريك فيلد المعمول قدامك باللون الاحمر عند الفتحه الخضراء، الفتحه الخضراء اللي هي جوه اللي هي دي، متماثل فعلا حوالين البلين الازرق اللي في النص اللي هو قاسم المساله لحتتين. فبيقولوا في الكتب كده، عشان كده هيبقى مفيش ويف هتطلع عند بورت 3. يقصدوا ايه بالكلام ده؟ يقصدوا كل التفاصيل اللي انا قلتها دي، ان الالكتريك فيلد داخل هو في الويف جايد بتاعه الاصلي ترانسفيرز، وده الصح عشان ده الدوميننت مود اللي هو التي اي اللي هو تي 1 0. بس لو عاوز يطلع موجه عند بورت 3 مش هينفع يدخل بنفس اتجاهه زي ما هو كده ترانسفيرز، لا، لان هو اتجاهه اللي هو عليه دلوقتي يعتبر لونجيتيودينال بالنسبه للبورت 3. طب ايه الحل؟ لازم يغير اتجاهه ويتقلب، عادي بيحصل. ده الويف الفيلد عادي بيغير اتجاهه وبيحصل له بروباجيشن. انت ممكن تلاقي موجه عاديه الفيلد بيلف وهو بيحصل له بروباجيشن، يبقى المفروض يلف. طب يلف يمين ولا يلف شمال؟ المساله متماثله تماما، مفيش اي اتجاه بيرفيرد عن الثاني. يبقى نقدر نتوقع منطقيا ان هيبقى مفيش ويف هتطلع من عند بورت 3، وده الصح فعلا. بس ده توقع منطقي، هو منطقي ومقبول لدرجة كبيرة. بس عشان تثبت الكلام ده إثبات رياضي، والإثبات الرياضي ده يكون مقبول علميا، تضطر طبعا تحل معادلات ماكسويل جوه الويف جايد ماجيك تي، ودي حاجة اللي محدش بيعملها إلا باستخدام البرامج بتاعة الكمبيوتر، لأنها صعبة، لأن الحكاية دي صعبة، يعني اللي هو أنك أنت تحل ماكس الإيكويشن جوه استراكشر بالمنظر ده. يبقى كده ممكن نقول إن الويف لو دخلت من عند 4 مش هتطلع من عند 3. طب السؤال، هل هتطلع عند 1 هتطلع من عند 2؟ اه. ايه اللي يخليك متاكد؟ ببساطه شديده، الالكتريك فيلد ترانسفيرز بالنسبه لبورت 1 وبالنسبه لبورت 2. يعني لو رسمت بلين، لو رسمت كده الكروس سيكشن اللي هو المقطع بتاع الاوف جايد اللي بيطلع على بورت 1، ورسمت الديستريبيوشن بتاع الفيد، الفيد هيكمل بنفس الشكل بتاعه بالظبط، حتى مش هغير اي حاجه خالص، وهيبقى زي ما هو تي اي 1 0 مود، يطلع عادي يحصل له بروباجيشن لحد ما يطلع من عند بورت 1، مفيش اي مشكله. بنفس الطريقه برضو لو رسمت الكروس سيكشن بتاع بورت 2، ادي الكروس سيكشن بتاع بورت 2، هتلاقي الفيلد ترانسفير زي ما هو، مش محتاج حتى يغير اتجاهه، ويطلع كمان يحصل له بروباجيشن بنفس الطريقه بالظبط لحد ما يطلع من عند بورت 2. يبقى كده فعلا الفيلد اللي داخل من عند بورت 4 ممكن يطلع من عند 1، ممكن يطلع من عند 2، لكن استحاله يطلع من عند 3. يبقى كده البورتس اللي هم 4 و3 هم الاثنين عباره عن ايزوليتد بورتس. طيب طالما 4 و3 ايزوليتد بورتس، وانت لو دخلت ويف من عند 4 مش هتاخد اوتبوت من عند 3، يبقى العكس صحيح. يبقى لو دخلت من عند 3 مش هتاخد من عند 4، وانا متاكد من ده من غير ما اعمل اناليسيس بنفس المبدا. يعني مش محتاج اكرر اناليسيس تاني بنفس المبدا عشان اثبت الكلام ده، لا، انا متاكد من كده، متاكد من كده، مش محتاج اثبت ده تاني. طب ليه انت مش محتاج تثبت الكلام ده تاني؟ لان هو النتورك بتاعتك ريسيبروكال، والريسيبروسيتي زي ما قلنا خاصيه معناها ان اتجاه الاكسايتيشن والريسبونس ما يفرقش. يعني طالما انت بتدخل من عند 4 بتاخد 0 من عند 3، يبقى برضه لو دخلت من عند 3 هتاخد 0 من عند 4. دي اللي هي نظريه الريسيبروسيتي، ودي فايده ان النتورك ما فيهاش اي ماتيريال زي الفيرايت بتكون انايزوتروبيك ماتيريال. دي الفايده اللي بتخليك تقدر تختصر المجاهيل اللي عندك في السكاترنج بارامترز بتاعه النتورك. فانا كده مطمن ان اس 3 4 اكيد القيمه بتاعتها بتساوي 0، ومع ذلك انا هعمل الاناليسيس برضه. يعني برضه هفترض ان في ويف داخله من عند اس 3 4، بس الموضوع ده ليه سبب، والسبب بتاعه هيبان بعد قليل. يعني برضه عشان هيخلينا نستنتج حاجه مهمه تتعلق بالخصائص بتاعت السكاترنج ماتريكس زي ما هيبان بعد شويه. طيب يبقى قبل ما نكمل، احنا كده في النقطه بتاعت البرنسبل اوف اوبريشن، احنا كده في النقطه بتاعت البرنسبل اوف اوبريشن. طيب يبقى هنقول ايه في البرنسبل اوف اوبريشن بقى؟ هنقول ان البورتس 3 و4 هم الاثنين ايزوليتد، هتشرحها له ازاي في الامتحان؟ انت رسمت له رسمه الماجيك تي، ترسم له رسمه ثاني عليها الكلام اللي انا رسمه ده، عليها المود بتاع تي 1 0 اللي هو بيحصل له اكسايتيشن
من عند البورت رقم 4 ويوصل لحد الفتحه اللي هي عند نقطه تقاطع الوف جايدز، ممكن يحصل له بروباجيشن ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، لكن تعلم له من فوق كده وتقول ان هو مش ممكن يحصل له بروباجيشن من فوق بسبب ان بسبب السيمتري بتاعه الديفايس، بسبب السيمتري بتاع الديفايس استحاله يحصل له بروباجيشن من فوق بسبب السيمتري بتاعه الديفايس. طبعا هتكتب الكلام ده عندك، يعني تكتب الكلام ده عندك، هتقول في البرنسبل اوف اوبريشن فور تي اي 10 اكسايتيشن from port 4. طبعا الكلام ده تكتبه مع الرسمه. بالنسبه ل تي 10 اكسايتيشن فروم بورت 4 نو ويف كود بي اكسايتد ان بورت 3. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ مفيش ويف هتحصل لها اكسايتيشن عند بورت 3. يبقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان اس 3 4 بتساوي اس 4 3 بتساوي 0، يعني بورتس 3 و4 عباره عن ايه؟ عباره عن ايزوليتد بورتس. وده اللي هو الكونديشن الثاني اللي احنا محتاجينه عشان نقول ان النتورك دي تقدر تشتغل كدايركشنال كابلر. الكونديشن الاولاني انها تبقى عباره عن ريسيبروكال ولوسلس نتورك. الكونديشن الثاني هو قدام عينينا انها تبقى عباره عن نتورك فيها اثنين ايزوليتد بورتس. الكونديشن الثالث لسه هيجي معانا واحنا بنكمل شرح، اللي هو الاثنين ايزوليتد بورتس يكونوا ماتشيد، يعني اس 3 3 تبقى بزيرو واس 4 4 تبقى بزيرو، يعني يكونوا هما الاثنين ماتشيد بورتس، اس 3 3 بزيرو اس 4 4 تكون هي كمان بزيرو. طيب هل الكونديشن ده متحقق ان اس 3 3 بزيرو واس 4 4 بزيرو؟ هو يعني ايه يكون البورت ماتشيد؟ البورت تكون ماتشيد، الكلمة دي معناها ان البورت مش بيحصل لها ريفليكشن، يعني الانبوت بتاعها مش بيرفلكت منه جزء ويرجع على نفس البورت. طيب هي البورت ده نوعها عبارة عن ايه؟ نوعها عبارة عن ويف جايد بورت. هو الريفليكشن بيحصل ازاي في الويف جايد؟ يعني لو حصل ان الويف جايد حصل له ريفليكشن، الريفليكشن يحصل ازاي في الويف جايد؟ الريفليكشن يحصل في الويف اللي بتمشي جوه الويف جايد لو انت عملت حاجة اسمها ديسكونتينيوتي. لو انت عملت حاجه اسمها ايه؟ ديسكونتينيوتي. يعني ايه؟ يعني غيرت في الخصائص بتاعه الويف جايد. يعني جيت في نص الويف جايد مثلا انت حاطط هواء، جيت عند لحظه معينه بدل ما انت حاطط هواء رحت حاطط داي الكتريك، يبقى انت غيرت الوسط. غيرت الوسط يبقى يحصل ريفليكشن زي ما بيحصل في البروباجيشن الفري. الفري بروباجيشن، الفري بروباجيشن بيحصل في ايه؟ بيحصل لو الموجه ماشيه في وسط وحاولت تنتقل لوسط ثاني هيحصل لها ريفليكشن. نفس الحكايه لو انت جوه الاوف جايد حاطط اكتر من ماتيريال، يعني ماتيريال بعد كده رحت مغير وحاطط ماتيريال تاني دايلكتريك مختلف، ساعتها هيحصل ريفليكشن. تمام؟ او غيرت الشكل بتاع الكروس سيكشن بتاع الاوف جايد، غيرت اي حاجه جوه الاوف جايد نفسه، لو بتغير في حاجه جوه الاوف جايد يبقى يحصل جوه الاوف جايد ريفليكشن. واضح قدامك ان احنا مش بنغير اي حاجه جوه الاوف جايد، يعني الاوف جايد مستمر من الفتحه بتاعت البورت لحد نقطه تلاقي الاوف جايدز التانيين، مش بيحصل فيه اي حاجه خالص. وبالتالي مش بيحصل ريفليكشن في نفس البورت وهي راجعه. غير ان البورت لما توصل عند نقطة التلاقي، الويف لما توصل عند نقطة التلاقي بتتقسم لحتتين، حتة بتمشي تروح عند ويف عند بورت 2 وحتة بتمشي تروح عند بورت 1، فمفيش أي جزء منها هيرفلكت ويرجع لورا. فبالتالي نقدر نكتب في النقطة رقم 2 دي all the input wave واحنا مطمنين، all the input wave from port 4 هتقول is ايه؟ is coupled to بتروح لبورت 1 وبورت كام؟ وبورت 2. طب الكلام ده معناه ايه؟ no reflection، no reflection in port 4، مفيش reflection بيحصل في بورت 4. الكلام ده معناه ان اس 4 4 قيمتها بتساوي صفر. يبقى بورت 4 اللي احنا بندرس فيها دي قيمه الريفليكشن بتاعها منها لنفسها قيمته بتساوي صفر. طيب هل الكلام ده كله بيحصل عند بورت 3؟ اه سيميلرلي برضه، سيميلرلي بنفس الطريقة برضه، سيميلرلي بنفس الطريقة نقدر نقول برضه إن اس 3 3 هي كمان بتساوي صفر. ليه؟ شكل الأوف جايد مش بيتغير من ساعة المدخل بتاع فتحة البورت لحد ما توصل عند نقطة التلاقي بتاعت 3 أوف جايدز. وبعد كده هنشوف بعد شوية إن الويف بتتقسم بالظبط برضه، بتروح لبورت 1 وبورت 2، مفيش حاجة بتروح عند بورت 4، مفيش حاجة بترجع تاني بورت 3. يبقى إذا اس 3 3 هي كمان قيمتها بتساوي زيرو. يبقى أنت كده دول التلاتة كونديشن بتوع الدايركشنال كابلر. الكونديشن اللي فوق النتورك بتاعتك ان هي تكون ريسيبروكال وفي نفس الوقت لوسلس، الكونديشن الثاني عندي اثنين ايزوليتد بورتس، الكونديشن الثالث الاثنين ايزوليتد بورتس عباره عن ماتشد بورتس. يبقى اذا وانت مغمض عينيك النتورك دي شغاله كايه؟ شغاله كدايركشنال كابلر على طول.
شغاله كدايركشنال كابلر على طول. وانا بعد ما اثبتت الثلاث حاجات دول ممكن ابدا استنتج في السكاترنج ماتريكس مباشره دلوقتي. ولما تيجي تستنتج السكاترنج ماتريكس هتعمل اللي عملناه قبل كده، اللي هو عملناه في المره الماضيه، اللي عملناه في المره اللي فاتت، هتعمل اللي عملناه في المره اللي فاتت عملناه في المره الماضيه، اللي هو بدانا بالسكاترنج ماتريكس في التسجيل اللي فات. ده لازم تعمله في اجابه سؤال الامتحان. تبدا بالسكاترنج ماتريكس بتاعه اللوسلس ريسيبروكال نتورك العاديه، هتقول في البدايه عشان النتورك بتاعتنا ريسيبروكال نقدر نقول ان السكاترنج ماتريكس شكلها كده اس 1 1 1 2 1 3 1 4 وبعديها اس برضو 1 2 عشان سيمتريك، بعد كده 2 2 بعد كده 2 3 بعد كده 2 4 بعد كده 1 3 عشان سيمتريك، بعد كده 2 3 عشان سيمتريك، بعد كده 3 3 بعد كده 3 4 بعد كده 1 4 عشان سيمتريك، بعد كده 2 4 عشان سيمتريك، بعد كده 3 4 عشان سيمتريك، بعد كده 4 4 كده خليت الماتريكس بتاعتك سيمتريك حوالين الدياجونال. الماتريكس بتاعتنا سيمتريك حوالين الدياجونال، وده اللي بيحصل في الريسيبروكال نتورك. بعد كده تبدا تحط الكونديشنز اللي احنا استنتجناها دي. هتبدا تقول احنا استنتجنا ان اس 1 ان بورت 4 وبورت 3 هما الاثنين ايزوليتد، زي ما واضح هنا 4 و3 ايزوليتد، يبقى اس 3 4 بتساوي اس 4 3 بتساوي 0. بعد كده اس 3 3 واس 4 4 بتساوي 0 عشان هما الاثنين كمان ماتشد، يبقى ايزوليتد وماتشد. يبقى همسح 3 3 و4 4 واحط مكانهم 0، وامسح كمان 3 4 واحط مكانه 0 عشان خاطر هما الاثنين ايزوليتد وماتشد. ادي 0 وادي 0 وادي 0 وادي 0. ده من الكونديشن اللي فاتت. طيب الكونديشن ده مع المعادله بتاعت ان الاس في الاس كونجيجيت بتساوي يو، ده كافي تماما عشان تستنتج شويه حاجات. عشان تستنتج ان اس 1 1 واس 2 2 هم كمان هيطلعوا باصفار، ان اس 1 1 واس 2 2 هيطلعوا هم كمان باصفار، وان يطلع كمان اس 1 2 هو الثاني بصفر، يعني يطلع البورت 1 و2 هم الاثنين ايزوليتد بورتز، ويطلعوا هم الاثنين كمان ماتشد بورتز. الكلام ده هتستنتجه مباشره مجرد ما تطبق المعادله اللي في البرواز الاحمر، اللي هي بتاعت الاس في الاس كونجيجيت بتساوي يو، اللي هي المعادله بتاعت الريسيبروكال لوسلس نتورك اللي احنا اثبتناها في السكشن بتاع الميكروويف نتورك ثيري. طيب بعد ما نحط احنا الحاجات دي هيطلع الشكل المصفوفه ازاي؟ هيطلع ده الشكل بتاع المصفوفه بقى، هيطلع السكاترنج ماتريكس شكلها كده. بعد ما نحط الحاجات دي والاثبات تقدر تاخده من التسجيل اللي فات، انك تضرب المعادلات وتطلع المعادلات بتاعتك وتجيب الاثبات من المره اللي فاتت، هيطلع عندك هنا صفر 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 صفر، هنا يطلع اس 1 3 واس 1 4، وهنا يطلع اس 2 3 ويطلع اس 2 4. طيب هنا يطلع برضو اس 1 3 واس 2 3، وهنا يطلع اس 1 4 واس 2 4. خلي بالك هنا مين البورتس الايزوليتد عن بعضيها؟ مين البورتس الايزوليتد عن بعضيها؟ بورت 1 و2 ايزوليتد عن بعض، وبورت 3 و4 هما الاثنين ايزوليتد عن بعض. البورت 1 و2 ايزوليتد، والبورت 3 و4 ايزوليتد. في اثبات احنا كمان اثبتناه في المره اللي فاتت من الخصائص بتاعتنا، اثبتنا ان في اتجاه للباور بيساوي اتجاه للباور في بورت تاني. يعني مثلا لو مسكت بورت واحد ومسكت اتجاه من اتجاهات الكابل والثرو، هتلاقيه بيساوي اتجاه من اتجاهات الكابل والثرو في البورت التانيه. الكلام ده اللي هي بورت اتنين اللي هي الايزوليتد معاه، الكلام ده اثبتناه واحنا بنتكلم على السيمتري بتاعت الدايركشنال كابلر، اثبتناه في التسجيل اللي فات. ممكن تثبته من المعادلات بتاعت الجزء اللي فوق ده بتاعت الاس في الاس كونجيكال بتساوي يو، وممكن تثبته من الاناليسيز بتاع اللي احنا لسه عاملينه اللي هو بتاع البرنسبل اوف اوبريشن، اللي هي رسمه الويف اللي احنا رسمينها هنا. يعني رسمه الويف اللي احنا رسمينها هنا احنا لسه قايلين فيها حاجه مهمه خالص، ان احنا لسه قايلين ان المساله بتاعتنا متماثله تماما حوالين البلين الازرق اللي مرسوم بالازرق الخفيف قدامك ده. طالما المساله متماثله تماما حوالين البلين الازرق ده، هل تقدر تقول لي ان الباور اللي راحت لبورت 2 من 4 اكتر شويه من الباور اللي راحت لبورت 1 من 4؟ اكيد لا، مفيش اي حاجه تخلي دي احسن من دي، مفيش اي حاجه تخلي دي احسن من دي. يبقى كده البورت اللي راحت الباور اللي راحت لبورت 1 قد بالظبط الباور اللي راحت لبورت 2. يعني ممكن كده من البرنسبل اوبريشن اللي قدامنا مفيش اي تفضيل لاتجاه عن اتجاه بالنسبه للباور اللي جايه من بورت 4، مفيش اي تفضيل لاتجاه بورت 1 عن بورت 2، وبالتالي هنقول الباور قد الباور. يعني ماجنتيود اس 1 4 قد ماجنتيود اس 2 4. يعني ده بنيجي في الحته بتاعت البرنسبل اوبريشن ونضيف الجمله دي ان ماجنتيود اس 1 4 زي الماجنتيود بتاع اس 2 4. فهنقول ان ماجنتيود الاس 1 4 برضه فروم ذا نتورك، فروم ذا نتورك نقدر برضه نقول ان ماجنتيود اس 1 4
بيساوي الماجنتيود بتاع اس 2 4. طب الماجنتيود بيساوي الماجنتيود، هل ده كفايه عشان اقول ان اس 1 4 بتساوي اس 2 4؟ لا، دي اعداد مركبه. عشان تتساوى الاعداد المركبه محتاج معادلتين، انت محتاج تساوي ماجنتيود بماجنتيود وفيز بفيز. فايه اخبار الفيز بتاعهم هما الاثنين؟ اقول لك ايه اخبار الفيز. هي الويف اللي دخلت عند بورت واحد وعند بورت اثنين جت من نفس الويف. يعني ايه جت من نفس الويف؟ يعني هي قابلت من الويف اللي كانت موجوده عند المستوى الاخضر ده. الويف اللي موجوده عند المستوى الاخضر ده اللي انا بزهي عليه ده دلوقتي، الويف دي هي اللي نصها راح عند بورت واحد ونصها راح عند بورت اثنين. فلما نيجي ناخد الويف اللي موجوده عند الحته اللي في النص دي اللي هي اتقسمت حتتين، ناخد الفيز بتاعها كانه ريفرنس. هنقول ايه؟ هنقول هي اتقسمت حتتين وفي حته مشيت ناحيه بورت 2 وحته مشيت ناحيه بورت 1. طول الدراع بتاع الوف جايد ده بيكون بيساوي طول الدراع بتاع الوف جايد ده. فالفيز بروجريس بتاع الويف دي قد بالظبط الفيز بروجريس بتاع الويف دي. وبالتالي هما الاثنين هيطلعوا ان فيز، لان هما بداوا من موجه مشتركه ليها نفس الفيز، بعد كده خدوا نفس الفيز بروجريس. فالاوتبوت عند بورت واحد الفيز بتاعه زي الفيز بتاع الاوتبوت عند بورت اثنين، هما الاثنين ان فيز. فلما نيجي ننسبهم للانبوت اللي عند بورت اربعه اللي هو بره خالص، هيبقى ليهم هما الاثنين نفس الفيز. وبالتالي الفيز اللي هو زاويه اس 1 4 بيساوي الفيز اللي هو زاويه اس 2 4. فتقدر برضه تقول ان الفاي الفيز بتاع 1 4 بيساوي الفاي اللي هو الفيز بتاع 2 4. فتقول وانت مطمن من المعادلتين دول ان اس 1 4 بتساوي اس 2 4. الكلام ده ممكن نسبته، ممكن نسبته بالذات معادله الماجنتيود، مش معادله الفيز اقصد، اقصد معادله الماجنتيود اللي هي المعادله اللي فوق دي، ممكن نستنتجها من السكاترنج ماتريكس من غير الاناليسيس ده، من غير ما نعرف حتى شكل النتورك ايه. يعني السكاترنج ماتريكس احنا اثبتنا معادله شبه كده في المره اللي فاتت، ان في ماجنتيود هيساوي ماجنتيود. انت عندك هنا البورت واحد واثنين معزولين عن بعض، بس في ماجنتيود لاس من الاسات بتاع بورت واحد هيساوي الماجنتيود بتاع اس من الاسات بتاع بورت اثنين اللي هي المعزوله عنها. في ماجنتيود هنا بيساوي ماجنتيود هنا، فالكلام ده احنا، والماجنتيود الثاني بيساوي ماجنتيود الثاني برضه. يعني مثلا ماجنتيود اس 3 4 هيساوي ماجنتيود مثلا اس، ماجنتيود مثلا اس 1 3 هيساوي ماجنتيود اس 2 3. الماجنتيود هيساوي ماجنتيود، فزي ماجنتيود اس 1 4 بيساوي ماجنتيود اس 2 4 هيطلع ماجنتيود اس 1 3 يساوي ماجنتيود اس 2 3. تمام؟ فالكلام ده ممكن نستنتجه من الماتريكس، لكن الاستنتاج بتاع ان الزاويه بتساوي الزاويه ده احنا طلعناه من شكل النتورك بقى، من شكل سكاترنج نتورك نفسه. وقلنا حته انك انت بتظبط بقى الفيس ديفرنس، قلنا الحته دي بتبقى باختيارك. ده اللي هو الكلام اللي احنا قلناه في اخر سلايد من سلايدات المره الماضيه، لما قلنا ممكن تختار انت الفيس ديفرنس بحيث يطلع لك الماتريكس بتاعت انتي سيمتريك كابلر، او تختار الفيس ديفرنس بحيث يطلع لك الماتريكس بتاعت سيمتريك كابلر. انت عندك التشويس ده وعندك التشويس ده. فعلى حسب الاستراكشر بتاعت المايكرويف ماجيك تي اللي هي قدامنا دي، طلع معانا التشويس بتاعنا ان فرق الفيز ما بين اس 1 4 واس 2 4 طلع بيساوي زيرو، هما الاثنين ان فيز والاثنين هما اثنين متساويين. فلو رجعت للمصفوفه كده طلعت اس 1 4 زي اس 2 4، فاحنا هنعلم عليهم، فنعلم عليهم هما الاثنين باللون الاصفر كده، يبقى الاثنين دول بيبقوا حاجه واحده بس، دي هما اثنين متساويين. اس 1 4 بتساوي اس 2 4 اللي هما في الصف الرابع وفي العمود الرابع، دي هما الاثنين متساويين اس 1 4 واس 2 4. بالمثل تقدر تجيب علاقه بين اس 1 3 واس 2 3 ازاي؟ هتعمل بقى كمالة الإجابة بتاعت نقطة 2. نقطة 2 بتتكلم عن البرنسبل اوف اوبريشن، وفي البرنسبل اوف اوبريشن احنا بدأنا بإن احنا دخلنا ويف من عند بورت 4 وشفنا إيه اللي بيحصل، ولما عملنا كده استنتجنا كل الكلام ده. لما دخلنا ويف من عند بورت 4 وشفنا إيه اللي بيحصل استنتجنا كل الكلام ده. تعالى بقى نعكس، ندخل ويف من عند بورت 3 ونشوف إيه اللي هيحصل. ندخل ويف من عند بورت 3 ونشوف إيه اللي هيحصل. فلما نعكس الكلام ده خالص بقى هنبدا نعمل العكس، هندخل الاكسايتيشن ده كله تبع الدراسه بتاعه البرنسبل اوف اوبريشن. المره دي هندخل الويف بتاعه الاكسايتيشن بتاعنا من عند بورت 3 ونشوف ايه اللي بيحصل. طب لو دخلنا الويف من عند بورت 3 هنتكلم على شكل الويف وعلى الكونديشن بتاع الفريكوانسي. الكونديشن بتاع الفريكوانسي هيبقى نفس الكونديشن المكتوب قدامنا ده، اللي هو ان الفريكوانسي بتاعنا لازم هيكون اكبر من الكات اوف بتاع الدوميننت مود واقل من الكات اوف بتاع المود اللي بعده، علشان احنا عايزين يحصل بروباجيشن للدوميننت مود بس جوه الاوف جايد، زي ما هو معروف دايما في الاوبريشن بتاع الاوف جايد. ده اول حاجه. طب تاني حاجه شكل الويف هيكون ايه؟ هيكون التي اي 10 مود المعروف، اللي هو بيبقى شكله كده ترانسفيرز، وكل ما تبعد وتقرب، تبعد عن السنتر وتقرب ناحيه الحافه تلاقي القيمه بتاعت الويف بتنقص بتقرب من الزيرو. ممكن ندخله كده وممكن ندخله في الاتجاه المعكوس، مفيش اي مشكله خالص. طيب ده الفيلد وهو داخل، او الويف وهو داخل عند فتحه البورت رقم 3.
هتفضل كده ماشيه بنفس الديستريبيوشن لحد ما توصل لغايه الفتحه اللي من تحت، اللي هي الفتحه اللي بيحصل عندها تلاقي الوف جايدز كلهم. هيطلع برضو نفس الديستريبيوشن بتاع الفيلد او زي ما هو، الفيلد ماكسيمم في النص، وكل ما تبعد كل ما القيمه بتاعته بتقرب للزيرو. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ الفيلد هيتقسم حتتين. فين الحتتين اللي هم هيتقسم ليهم الفيلد؟ جزء من الفيلد هيطلع من عند بورت واحد، وجزء يطلع من عند بورت اتنين. بس واضح بقى هنا حاجه، واضح هنا حاجه، ان بالنسبه للماجنتيود العمليه متماثله. بالنسبه للماجنتيود مفيش حاجه تخلينا نفضل بورت واحد عن بورت اتنين بالنسبه للماجنتيود، مش بالنسبه لاتجاه المجال، بالنسبه للماجنتيود المجال، بالنسبه لماجنتيود الباور اللي داخله. ماجنتيود الباور اللي داخله ما بيشوفش اتجاهات، يعني هو مش شايف الاتجاه الاحمر بتاع الفيلد ده. ماجنتيود الباور اللي داخله مفيش حاجه تخليه يفضل واحد عن اتنين، فالماجنتيود اللي هيروح عند واحد قد الماجنتيود اللي هيروح عند اتنين. لكن الدايركشن بتاع الفيلد اللي هيروح عند واحد هيبقى غير الدايركشن اللي رايح عند اتنين، لان في اختلاف. ايه الاختلاف؟ ان الفيلد واضح ان هو مشاور ناحيه بورت واحد، فاكيد لما يجي يبقى كابلد عند بورت واحد هيبقى كابلد في دايركشن معين، ولما يبقى كابلد عند بورت اتنين هيبقى كابلد في دايركشن تاني. لو رسمنا كروس سيكشن بتاع واحد ورسمنا كروس سيكشن بتاع اتنين، ممكن تعبيريا نقول انه لما يدخل عند واحد هيدخل عند واحد في الدايركشن ده مثلا، هيلف ويدخل في الدايركشن ده، لما يدخل عند اتنين هيلف ويدخل في الدايركشن ده، ويفضل برضه ترانسفيرز ويحصل له بروباجيشن لحد ما يطلع من عند واحد، ويحصل له بروباجيشن لحد ما يطلع من عند اتنين. طب يبقى اذا هيختلف الدايركشن بتاعه وهو بيخش في اي بورت من الاثنين؟ اه، لان اتجاه المجال بالنسبه لكل بورت مش زي بعضيه. بالنسبه لبورت واحد المجال كانه بيشاور ناحيتها، خلاص. بالنسبه لبورت اثنين المجال مش بيشاور ناحيتها. طبعا هو المجال كده لونجيتيودينال بالنسبه لبورت واحد وبورت اثنين، فلازم هيلف نفسه، هيلف نفسه عشان يبقى ترانسفيرز، ويلف نفسه عشان يبقى ترانسفيرز بالنسبه لبورت اثنين، تمام. فهنا يلف نفسه في اتجاه معين بالنسبه لبورت واحد، ويلف نفسه في الاتجاه المعاكس بالنسبه لبورت اثنين، عشان هو اصلا اتجاهه مختلف بالنسبه لواحد واتجاهه مختلف بالنسبه لاثنين. طب لو دخلنا المجال من فوق من البدايه، من عند مدخل بورت 3 دخلناه معكوس، هيجي تحت ويعكس نفسه برضه، يجي عند بورت 1 يبقى باصص لفوق، عند بورت 2 يبقى باصص لفوق، وعند بورت 1 يبقى باصص لتحت. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان بالنسبه للماجنتيود، ماجنتيود الويف اللي رايح عند واحد ورايح عند اثنين متساوي، لكن بالنسبه للدايركشن واضح ان هما الاثنين عكس بعض، واحده باصه لفوق والثانيه باصه لتحت، يا بينهم في الشيفت 180. بينهم في الشيفت 180، وبعد ما يبقى كل واحده اخذت في الشيفت 180 هتاخد كل واحده تمشي نفس المسافه، لان الطول بتاع دراع الوف جايد متساوي، فكل واحده هتمشي نفس المسافه. فاذا هم كان فيها بينهم في الشيفت 180، بعد كده كل واحده مشيت بنفس الفيز بروجريس، نفس الفيز بروجريس، يعني فضل الفيز شيفت ما بينهم ثابت وبيساوي 180. يبقى كده هقدر اقول بعد الاناليسيس ده بتاع البرنسبل اوف اوبريشن، هقدر اقول برضو ان من النتورك، من الاناليسيس ده، الماجنيتيود برضو بتاع اس 1 3 بيساوي الماجنيتيود بتاع اس 2 3. بالنسبه للماجنيتيود مفيش فرق، بس زاويه الفاي 1 3 بتساوي زاويه الفاي 2 3 مجموع عليها او مطروح منها باي، بينهم في الشيفت بيساوي 180. الكلام ده معناه لما تيجي تكتبه في شكل عدد مركب يبقى اس 1 3 كل الفرق بينه وبين اس 2 3 اشاره سالب، اس 1 3 بيساوي سالب اس 2 3. وده هيخليك تختصر السكاترنج ماتريكس خالص بقى بتاعت دايركشنال كابلرز، تخليك تقدر تختصر السكاترنج ماتريكس بتاعت الويف جايد ماجيك تي، يخليك تقدر تختصر خالص السكاترنج ماتريكس بتاعت الويف جايد ماجيك تي. طيب هيبقى شكلها ازاي السكاترنج ماتريكس بقى؟ بعد ما نحط الكونديشنز دي هتبقى الاس قيمتها بتساوي صفر 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 صفر. عندي بعد الاصفار دول عندي اس 1 3 وعندي اس 1 4. هقول اس 1 3 احط زي ما هو، واس 1 4 زي ما هو. اس 1 4 عشان بيساوي اس 2 4 فاكتب هنا اس 1 4 برضه، واس 1 3 عشان بيساوي سالب اس 2 3 فاكتب هنا سالب اس 2 3. كده اصبح في مجهولين اثنين بس في السكاترنج ماتريكس، دي هتكون صفر ودي صفر ودي صفر ودي صفر. هنحط الباقيين برضه زي ما احنا متعودين، اس 1 3 هينزل هنا، والاس 2 3 هينزل هنا، والاس 1 4 هينزل هنا، والاس 2 4 كده كده بتساوي اس 1 4. ده لو قارناها بالسكاترنج ماتريكس اللي احنا استنتجناها بتاعت الماجيك تي، ونشيل طبعا اس 2 3 ونحط مكانها اس 1 3.
طيب هل هنقف على كده؟ لا، احنا كمان ممكن نختصر احسن من كده. ازاي نختصر احسن من كده؟ من المعادلات بتاعه الماجيك تي، اللي معادلات بتاعه السكاترنج ماتريكس معذره، اللي هي بتاعه ان الاس في الاس كونجيجيت بيساوي يو. ممكن نختصر اكتر من كده. اضرب الصف الاول، هنشيل بس الاس 2 3 ونحط مكانها اس 1 3 عشان نستفيد من المعادله دي بتاعه الاس في اس كونجيجيت بيساوي يو. بدل ما اضرب الصف الاول، ممكن اضرب مثلا الصف الثالث في العمود الثالث. ممكن اضرب الصف الثالث في العمود الثالث. طيب لو ضربنا الصف الثالث في العمود الثالث هيحصل ايه؟ طبعا احنا بنشيل اس 2 3 ونحط سالب اس سالب اس 1 3. بنشيل اس 2 3 ونحط سالب اس 1 3. لو ضربنا الصف الثالث في العمود الثالث هيحصل ايه؟ طبعا الصف الثالث في العمود الثالث ده هيدي لك عنصر على الدياجونال في المصفوفه بتاعه الوحده، يعني دي لك عنصر قيمته بتساوي 1. هضرب الصف الثالث في الكونجيجيت بتاع العمود الثالث من المعادله بتاعه الاس في الاس كونجيجيت بيساوي يو، هيطلع لك ماجنيتيود اس 1 3 تربيع زائد ماجنيتيود اس 1 3 برضه تربيع بيساوي 1. الكلام ده استنتج منه ان ماجنيتيود اس 1 3 قيمته بتساوي 1 على جذر 2. دي اول حاجه. بنفس الطريقه لو ضربت الصف الرابع في العمود الرابع في الكونجيجيت بتاعه، طبعا على حسب المعادله بتاعه الاس في الاس كونجيجيت بيساوي يو، تقدر تستنتج برضو ان ماجنيتيود اس 1 4 هو كمان هيطلع ويساوي 1 على جذر 2. يبقى كده اصبحنا ممكن نعوض بقى في المعادله بتاعه السكاترنج ماتريكس، نعوض بالشكل الجديد. ايه الشكل الجديد؟ اللي هو الشكل الاخير بعد ما استنتجنا السكاترنج ماتريكس بتاعه الماجيك تي كلها. نقدر نشيل بقى كل دول ونحط مكانهم الواحد على جذر 2. بس خلي بالك الواحد على جذر 2 دي الماجنيتيود بس، الماجنيتيود بتاع السكاترنج بارامتر مش الفيز بتاعه. الماجنيتيود مش الفيز، يعني الاس 1 3 مش لازم يكون بيساوي 1 على جذر 2 بس، مش لازم. ممكن القيمه بتاعته، ممكن القيمه بتاعته تكون بيساوي 1 على جذر 2 وياخد اي زاويه، 1 على جذر 2 وياخد اي زاويه ممكنه، خلاص. وبغض النظر عن الزاويه اللي هياخدها لازم هيكون في فرق فيز 180 درجه بينه وبين اللي هنا، بينه وبين اللي هنا هيبقى في فرق فيز قيمته بتساوي 180 درجه بينه وبين ده، بينهم وبين بعضهم هما الاثنين هيبقى في فرق فيز قيمته بتساوي 180. طبعا لما تلاقي كده الكابلنج بارامترز بتاعه البورت دي فرق بينهم 180، والكابلنج بارامترز بتاعه البورت الثانيه زي بعض بالظبط، فيهم مفيش ما بينهم فيز شيفت، يعني دول زي بعض لو ما في الدايره الحمراء، ودول في بينهم وبين بعض 180 درجه اللي هي الدايره الخضراء. ده الكلام اللي حاولناه في اول التسجيل خالص بقى لما كنا بنتكلم على انواع الاختيارات بتاعه الفيس شيفتس في الدايركشن كابلر. ده الاختيار بتاع الانتي سيمتريك كابلر، انك انت خليت الفيس شيفت بتاع بورت من البورتس بي زيرو ما بين الاثنين بارامتر بتوعها، والفيس شيفت بتاع بورت من البورتس الثانيه بين الاثنين بارامترز بتاعها قيمته بتساوي 180. هنا خدنا الفيس شيفت بتاع بورت 3 ما بين البارامترات بتاعتها بيساوي 180، والبورت الثانيه اللي هي معزوله عن بورت 3 اللي هي بورت 4 خدنا الفيس شيفت ما بين البارامترز بتاعتها بتساوي 0. وده اللي يخليك تقدر تعمل انتي سيمتريك كابلر. يبقى اذا الويف جايد ماجيك تي عباره عن مثال على انتي سيمتريك كابلر، تمام؟ زي ما بنقول الماجنتيود بتاع الاس 1 3 بيساوي 1 على جذر 2، وماجنتيود الاس 1 4 1 على جذر 2، بس مش شرط زاويتهم تكون بتساوي صفر، ممكن زاويتهم تكون بتساوي اي حاجه. انا اختار الزاويه بتاعت اس 1 3 تكون بتساوي سالب 90، والاختيار ده ليه سببه وده اللي هنشوفه دلوقتي في السلايد اللي جاي. فاحنا زي ما بقول هنشوف في السلايد اللي جاي دلوقتي، بنختار الزاويه بتاعت الاس 1 3 انها تكون بتساوي سالب 90. سالب 90 يعني كل اللي هقوله ان اس 1 3 هختارها بتساوي سالب جي على جذر 2. اشمعنى سالب جي على جذر 2؟ هيبان اهميه الموضوع ده وقيمته بعد قليل، تمام؟ يبقى هاجي هنا هعوض طبعا في البارامترات بتاعت السكاترنج ماتريكس، هقول انا هاخد الاس 1 3 الاختيار بتاعي، هاخد ان قيمته بتساوي سالب جي على جذر 2. طيب لو عملت كده واخترت برضو ان اس 1 4 قيمته بتساوي سالب جي على جذر 2، الحكايه دي اختارها ازاي صحيح؟ ازاي تختار الزاويه بتاعه السكاترنج بارامتر؟ ان تغييرك او قيمه الزاويه بتاعه السكاترنج بارامتر عباره عن شيفت في التيرمينال بلين، انت بتغير في الطول بتاع البورت مش اكتر، تغير في طول البورت عشان تدي في الشيفت للجامع اللي هو ريفليكشن كوفيشنت او الاس اللي هو السكاترنج بارامتر. فخلينا قيمته بتساوي سالب جي على جذر 2، سالب جي على جذر 2. فكده ممكن تيجي في السكاترنج ماتريكس وتعوض، هتشيل اس 1 3 وتحط مكانه سالب جي على جذر 2، وتحط اس 1 4 وتحط مكانه سالب جي على جذر 2.
فممكن ناخد السالب جي على جذر 2 عامل مشترك بره السكاترنج ماتريكس خالص، فساعتها ممكن نكتب السكاترنج ماتريكس شكلها كده، نقول الاس قيمتها بتساوي سالب جي على جذر 2، وهاجي هنا احط الاربع اصفار بتوعي 0 والثاني والثالث والرابع، هنا كان اس 1 3 يبقى احط 1 عشان لما يضرب في البارامتر اللي بره يطلع سالب جي على جذر 2، هنا اس 1 4 يبقى احط 1 عشان يضرب في البارامتر اللي بره يرجع سالب جي على جذر 2، هنا كان سالب اس 1 3 وهنا كان اس 1 4 يبقى هنا 1 وهنا 1. بعد كده كان عندي تحت اس 1 3 يبقى هنا 1، وهنا سالب اس 1 3 يبقى هنا سالب 1، بعد كده اس 1 4 واس 1 4 يبقى 1 و1، وادي الاربع اصفار اللي كانوا موجودين هنا. يبقى دي السكاترنج ماتريكس بتاعت الووف جايد ماجيك تي اللي احنا اخترنا بس فيها الزاويه بتاعت الاس 1 3 والاس 1 4، لكن كل حاجه ثانيه موجوده جوه السكاترنج ماتريكس احنا استنتجناها من البرنسبل اوف اوبريشن ومن الكونستراكشن بتاع الماتريكس نفسها. اللي خلاك عملت كده؟ اللي خلاك عملت كده واخترت الزاويه بتاعت الاس 1 3 سالب 90 عشان يطلع بيور ايماجينري، عشان يطلع بيور ايماجينري ليه؟ في اثبات احنا اخدناه في السكشن بتاع الميكروف نتورك، اثبتنا فيه ان لو كان عندي لوسلس، وراجع الاثبات ده كويس عشان يجي في الامتحان، لو كان عندي لوسلس ريسيبروكال نتورك وكانت السكاترنج ماتريكس بتاعتها بيور ايماجينري، وكانت السكاترنج ماتريكس بتاعتها بيور ايماجينري، ساعتها بيحصل ايه؟ ساعتها ممكن تقول ان الادميتنس ماتريكس اللي هي الواي قيمتها بتساوي سالب اس، يعني ممكن تستنتج الادميتنس ماتريكس بخطوه واحده اضرب في سالب واحد ببساطه، وده اثبات اخدناه في السكشن بتاع او في التسجيل بتاع المايكروف نتورك كثير. يبقى اي لوسلس ريسيبروكال نتورك لو كانت السكاترنج ماتريكس بتاعتها بيور ايماجينري ممكن اقول واي بيساوي سالب اس على طول، وبالتالي ممكن تستنتج قيمه واي من اللي فوق. ازاي؟ هنشيل السالب اللي جنب الجي فيطلع السكاترنج ماتريكس الواي الادميتنس ماتريكس بتاعتي الواي قيمتها بتساوي ببساطه جي على جذر 2، واحط الماتريكس زي ما هي 0 0 0 0 1 1 سالب 1 1 وهنا 1 سالب 1 1 1 وهنا 0 0 0 0. يبقى دي الادميتنس ماتريكس بتاعت الماجيك تي. ده اللي هو الشق الاولاني من السؤال اللي هو بيحكي في الماجيك تي نفسها، اللي هو بيقول لك اتكلم على الكونستراكشن بتاعها والبرنسبل اوف اوبريشن والسكاترنج ماتريكس بتاعتها تستنتجها ازاي، واحيانا بيقول لك استنتج الادميتنس ماتريكس بتاعتها كمان زي ما انا استنتجت الادميتنس ماتريكس كده. الجزء الاخير او الشق الاخير بيقول لك قول لي ازاي تقدر تطبق الماجيك تي دي باستخدام حاجه اسمها الايكويفالنت هايبرد رينج، حاجه اسمها الايكويفالنت هايبرد رينج، يعني عايزين نطبق نفس البرنسبل اوف اوبريشن بتاع الماجيك تي بس نعملها بدل ما تتعمل بوف جايد عايزين نعملها بترانسميشن لاين، وطبعا في الغالب بنستخدم مايكرو ستريب لاين او ستريب ترانسميشن لاين. طب ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها هايبرد رينج، يعني ايه؟ بنعمل توصيله من الترانسميشن لاينز زي الشكل اللي قدامنا ده، الشكل اللي قدامنا ده عباره عن رينج، عباره عن حلقه دايره، عباره عن حلقه او دايره، والدايره دي طالع منها اربعه ترانسميشن لاين بورتس، والدايره نفسها عباره عن ترانسميشن لاين. الشكل ده عباره عن شكل مايكرو ستريب لاين بس احنا باصين له من فوق، او ستريب ترانسميشن لاين بس احنا باصين له من فوق، واخدين فيه مقطع، مقطع من فوق، فده عباره عن المسقط الراسي اللي هو اللي كنا بنسميه زمان الاليفيشن، اللي كنا بنسميه زمان البلين، فده عباره عن البلين المسقط اللي احنا باصين فيه من فوق واحنا بنبص على النتورك بتاعتنا. طيب ففيها اربعه بورتس زي ما انت شايف وكلهم متوصلين على دايره، والدايره دي المحيط بتاعها عباره عن 3 لامدا على 4 مضروبه في 2، 3 لامدا على 4 زائد 3 لامدا على 4 يعني 6 لامدا على 4. فاحنا بنعمل هايبرد رينج، بنعمل رينج، بنعمل ستريب لاين، بنعمل ستريب او مايكرو ستريب، ده ينفع وده ينفع، ستريب او مايكرو ستريب لاين رينج، والمحيط بتاعها البريفري بتاعها او السيركمفرنس بتاعها قيمته بتساوي 6 لامدا على 4 اللي هي 3 لامدا على 2، وبنحط البورتس بالشكل اللي قدامك ده عشان يطلع نفس الاوبريشن، يعني نفس السكاترنج ماتريكس بتاعت او نفس علاقات البورتس بتاعت الوف جايد ماجيك تي. طيب نرجع نقول عشان تعمل اناليزيس للستراكشر زي كده وتثبت ان هي شغاله دايركشنال كابلر زي الماجيك تي، هتعوز انك تحل تعمل فيلد اناليزيس للترانسميشن لاين ستراكشر دي، وده صعب جدا يتعمل، محتاج تحل معادلات ماكسويل، وانت عارف عشان تحسب الفيلد حوالين الترانسميشن لاين العادي تبقى صعبه جدا، فما بالك بترانسميشن لاينز مربوطه مع بعضيها بالشكل ده هيبقى اصعب بكتير. فده بيتعمل باستخدام البرامج بتاعت الكمبيوتر عشان نشوف فعلا الاوبريشن هيبقى ازاي. يعني ايه الاوبريشن هيبقى ازاي؟ يعني لو حطينا فولت وكرنت، يعني انبوت سيجنال، انبوت سيجنال عباره عن فولت وكرنت دخلوا مثلا من عند بورت واحد ولا من عند بورت 3 ولا من عند بورت 4، ايه اللي هيحصل في الترانسميشن لاين بتاعك؟ لو دخلنا انبوت من عند بورت 4 مثلا
في الترانسميشن لاين، ايه اللي هيحصل؟ هل هناخد مثلا اوتبوت من عند 3 ولا 3 تبقى ايزوليتد؟ ده عشان يتعمل محتاجين نحط الموديل اللي قدامنا ده في برنامج كمبيوتر وندخل فولت وكرنت من عند بورت 4 عشان يحل لك ماكس الاكويشنز. وصحيح خلي بالك الدوائر بتاع الترانسميشن لاين ممكن تتحل بالفيلد اناليسيس وبماكس الاكويشنز، وده افضل في النتائج بتاعته، انه بيعمل لك اناليسيس شامل بيطلع لك كل المعلومات اللي انت عاوزها عن الاستراكشر بتاعتك. وممكن تتحل بالترانسميشن لاين موديلنج اللي هو السيري نفسها بتاعت الثيري نفسها بتاعت الترانسميشن لاين. ازاي تتحل بالثيري بتاعت الترانسميشن لاين وبقوانينه؟ يعني ازاي؟ انك انت تعتبر المساله دي عباره عن مساله ترانسميشن لاينز واصله ببعضيها، وتحاول تحلها بقوانين ترانسميشن لاين بمعادله ترانسميشن لاين المعروفه بتاعت معادله الفولت ومعادله الكرنت على اللاين والقصه دي. برضو في الحالتين المساله مش سهله، المساله صعبه. احنا هنكتفي بان احنا نشرح بس بشكل انتويتيف برضو هي ازاي ممكن تشتغل زي الوف جايد ماجيك تي، وده اللي انت هتعمله في الامتحان، تشرح برضو بشكل انتويتيف كده ازاي تشتغل زي الوف جايد ماجيك تي. الفكره تكون فين؟ عايزين نثبت ان بورت 4 وبورت 3 معزولين عن بعض. هتفرض انك انت مثلا بتدخل ويف من عند بورت 4 مثلا، في ويف دخلت من عند بورت 4، وبعدين الويف لما تدخل من عند بورت 4 هيبقى ليها اكتر من مسار، اكتر من مسار تمشي فيه. مثلا عايزين نشوف هتطلع الويف من عند بورت 3 ولا لا. نعمل ايه؟ نشوف الويف هتمشي مسافه قد ايه عشان تروح ل 3. عشان تروح ل 3 هتقسم لحتتين، حته منهم اللي هي مشيت ناحيه الشمال، بس هنعمل كل واحده بلون مختلف لزيادة الإيضاح. حتة منهم اللي مشيت ناحية الشمال هتمشي مسافة بتساوي لامدا على 2، والحتة اللي مشيت ناحية اليمين هتمشي مسافة قيمتها بتساوي لامدا. لامدا على 4 زائد 3 لامدا على 4 بتساوي لامدا. طبعا لامدا على 2 دي يعني فيس شيفت بيساوي باي، لامدا يعني فيس شيفت بيساوي 2 باي. الحاجة اللي خدت فيس شيفت 2 باي يعني كأنها ما حصلهاش حاجة. طب الحاجة اللي خدت فيس شيفت باي كأنها ضربت في سالب. فيبقى إذا الويف اللي جاية من المسار ده هتبقى عكس تماما، واخده في الشيفت 180 على الويف اللي جايه من المسار ده، فمجموعهم يطلع بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، مفيش حاجه تطلع من عند بورت 3. يبقى كده بورت 4 و3 هما الاثنين معزولين عن بعض. بورت 4 و3 هما الاثنين معزولين عن بعض. طيب هل الكلام ده حصل مع باقي البورتس ولا لا؟ تعال نشوف. مثلا البورت رقم 2 الويف اللي جايه لها هتبقى واخده هتبقى مقسومه حتتين، حته مشيت في مسار طوله بيساوي لامدا على 4، الحته الثانيه مشيت في مسار طوله بيساوي كام؟ بيساوي 5 لامدا على 4. الحته الثانيه مشيت في مسار طول بيساوي 5 لامدا على 4. 5 لامدا على 4 يعني لامدا كامله اللي هي 2 باي اللي هي كانها مش حاجه زائد لامدا على 4. يبقى الاثنين ليهم نفس الفيز، يبقى الويف هتتجمع وتطلع من عند بورت 2 زي ما هي عادي، بس واخده في الشيفت ناتج من لامدا على 4. واخده في الشيفت ناتج من لامدا على 4 اللي هو عباره عن في الشيفت 90، اللي هو عباره عن في الشيفت 90. طيب لما الويف تدخل من عند 4 وتطلع من عند 1 برضه لو مشيت في مسار زي ده، لو مشيت في المسار ده تقسم حتتين، جزء يمشي في المسار ده وجزء يمشي في المسار الثاني. الجزء اللي يمشي في المسار الاولاني برضه ياخد في الشيفت لامدا على 4، والجزء اللي يمشي في المسار الثاني ياخد في الشيفت 5 لامدا على 4 اللي هي برضه لامدا على 4. يبقى اذا هتطلع الويف من عند بورت 1 هتتجمع، يتجمعوا على بعض ما يطرحوش، تطلع من عند بورت 1 عادي. مش كده وبس، ده كمان الاوتبوت اللي هيطلع من عند بورت 1 والاوتبوت اللي هيطلع من عند بورت 2 هيبقوا هما الاثنين ان فيز. هيبقوا هما الاثنين ان فيز. ليه ليهم نفس الفيز؟ لان هما الاثنين واخدين في الشيفت بيساوي لامدا على 4، فهما الاثنين ليهم نفس الفيز. وده بالظبط اللي بيحصل في الوف جايد ماجيك تي. تيبيكالي اللي بيحصل في الوف جايد ماجيك تي ان بتخش الويف من عند بورت 4، لو انت فاكر في الكلام اللي فات، بتخش الويف من عند بورت 4 وبتطلع الويف من عند بورت 1 و2 بنفس الفيز ومتقسمه بالظبط، مقسومه على 2 وطالعه بنفس الفيز، وما بيطلعش حاجه من عند بورت 3. ده اللي كان بيحصل بالظبط في الوف جايد ماجيك تي. طبعا من الريسبروسيتي بتاعه الاستراكشر اللي قدامنا نقدر نقول كل حاجه، يعني نقدر نقول نفس الكلام اللي قلناه. يعني قلنا الكلام ده حصل عند بورت 4، عيد بقى نفس الكلام لو دخلت الويف من عند بورت 3. يعني مثلا لو دخلت من عند بورت 3 مش محتاجين نوضح، واضحه تماما. الويف هتقسم لحتتين، جزء يمشي في المسار ده والجزء الثاني هيمشي في المسار ده. طبعا هيبقى الجزء اللي مشي في المسار الاحمر مشي مسافه لامدا، والجزء اللي مشي في المسار الاصفر مشي مسافه بتساوي لامدا على 2. دول بينهم في الشيفت 80 180، يبقى المجموع بتاعهم بيساوي 0. يبقى لما يجوا يتجمعوا عند المدخل بتاع 4 مش هيتجمع الناتج بتاعهم بيساوي 0، يبقى مفيش حاجه هتروح عند 4. طيب طب بالنسبه لبورت 2 وبورت 1 بص بقى اللي هيحصل. بالنسبه لبورت 2 وبورت 1 في جزء هيمشي كده عشان يروح عند بورت 2، والجزء الثاني عشان يروح عند بورت 2 هيمشي كده. الجزء اللي مشي باللون الاحمر مشي 3 لامدا على 4، واللي مشي في اللون الاخضر مشي 3 لامدا على 4. يبقى الاثنين هيطلعوا هيتجمعوا ليهم نفس الفيز، بس واخدين فيز 3 لامدا على 4 عن الموجه الاصليه. طيب عند البورت 1 الجزء اللي هيجي هيبقى شكله ازاي؟ في جزء هيمشي في المسار ده وفي جزء هيمشي في المسار ده.
طيب الجزء اللي ماشي في المسار الاخضر خد في الشيفت لامضة على 4، الجزء اللي ماشي في المسار الاحمر خد في الشيفت كام؟ لامضة على 4 زائد لامضة، يعني برضو لامضة على 4. يبقى الاوتبوت عند البورت واحد هيبقى الفيس شيفت بتاعه لامضة على 4. كده تلاحظ حاجة بقى، ان في اوتبوت عند واحد وفي اوتبوت عند 2، بس الاوتبوت عند 2 اللي جاي من 3 واخد في الشيفت 3 لامضة على 4، والاوتبوت اللي عند واحد اللي جاي من 3 برضو واخد في الشيفت لامضة على 4. دول بينهم في الشيفت كام؟ 180، يعني بينهم في الشيفت لامضة على 2 اللي هو 180، يعني واحد فيهم عكس التاني بإشارة سالب. ده بالظبط تماما تيبيكالي هو اللي حصل في الوف جايد ماجيك تي. كنا بندخل الانبوت من عند 3 وكان بيطلع لك الاوتبوت من عند 1 و2، هما الاثنين اوت اوف فيز بزاويه بتساوي 180. فلما تيجي تتكلم في الامتحان على شرح ازاي الهايبرد رينج هتعمل نفس الوظيفه بتاعه الماجيك تي هتتكلم بالطريقه دي، يعني هتقول انتويتيفلي برضه، وان كان الكلام ده برضه مجرد يعني ايه تحليل منطقي يدي بس انديكيشن عن الاوبريشن بتاع الديفايس. عايز اثبات ساينتفك يبقى لازم تحل المساله دي كانها مساله ترانسميشن لاين بمعادله الترانسميشن لاين اللي هي معادله الفي اوف زد بيساوي والاي اوف زد بيساوي، وترسم دايره ترانسميشن لاين كانها فيها شويه اكتر من ترانسميشن لاين واصلين ببعض وتحلها. يا اما تعمل فيلد اناليسيس، يعني تحط البروبلم دي على برنامج الكمبيوتر اللي بيحل معادله ماكسويل وتشوف هيحصل ايه. اللي احنا بنقوله ده مجرد اكسبلانيشن كده انتويتيف، يعني بيسهل بس الموضوع. فهتكتب الكلام ده، انا طبعا مش محتاج ان اكتبه على السلايد. هتقول ايه اللي بيحصل لما تيجي تعمل اكسايتيشن فروم بورت واحد من فروم بورت 4، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي بالظبط ان مفيش حاجه بتطلع من عند بورت 3، يبقى هما الاثنين ايزوليتد، وبيطلع حاجه من عند بورت 1 ومن حاجه عند بورت 2، وهما الاثنين بيبقوا ايدنتيكال. يعني ايه ايدنتيكال؟ ايدنتيكال في الماجنيتيود وايدنتيكال في الفيز، واخدين هما الاثنين في الشيفت بيساوي يعني واخدين مسافه مشيوا مسافه بتساوي لامضه على 4. وانك لو دخلت انبوت والانبوت ده من عند بورت 3 مش هتاخد اي اوتبوت من عند بورت 4، وهتاخد اوتبوت من عند بورت 1 ومن عند بورت 2، بس هيكون هما الاثنين سيم ماجنيتيود، سيم ماجنيتيود بس اوت ايه؟ اوت اوف فيز. اوت اوف فيز يعني في زاويه كام؟ 180 بينهم هما الاثنين. وده بالظبط اللي كان بيحصل في الوف جايد ماجيك تي. انا كده خلصت الماجيك تي واديت لها التسجيل لوحدها لاهميتها لانها بتيجي في الامتحان، كل امتحان بتيجي الماجيك تي. فالتسجيل ده هيبقى انتهى على كده. الكماله بتاعه موضوع دايركشن كابلر هتبقى في فيديو مستقل، اللي هي النقطه الاخيره في دايركشن كابلر ده اللي احنا قلناه في اول التسجيلات دي خالص. قلنا بعد ما نخلص الماجيك تي دول اربع نقط حكينا فيهم لحد دلوقتي، اللي هي الدايركشن كابلرز البيسك ثيري بتاعتهم والسكاترنج ماتريكس بتاعتهم، بعد كده الماجيك تي والهايبر درينج. اخذنا خلاص الماجيك تي واخذنا معاه الهايبر درينج، هبدا نتكلم في الثلاث نقط الاخيره دي اللي هي حاجه اسمها البرانشد لاين دايركشن كابلر وحاجه اسمها الكابلد لاين دايركشن كابلر، وازاي نقدر نعمل لهم ديزاين. ده ان شاء الله هيكون موضوع التسجيل بتاع المره القادمه. وانا كده انتهيت ان شاء الله من التسجيل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.